السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي. أهلا مرحبا يا دكتور. ربنا يبارك فيك. متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. ولك بالسلامة. اللهم ونعتذر للمشاهدين والمشاهدات عن التأخير، أسأل الله عز وجل القبول. تحدثنا يوم الأحد الماضي في أهل الذكر الشيخ الكريم مع حضرتك ومشاهدينا الكرام عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ثم قلنا إن بعض العلماء قالوا إنه من معلقات الإمام البخاري رحمه الله، ولذلك ضعفوا الحديث وتكلموا في السند وتكلموا في المتن، ولذلك يعني أباحوا الموسيقى أو ما شابه ذلك. وبدأنا الحديث نفند ونرد عن بعض الشبهات حول السند أولا، واليوم نكمل حديثنا مع فضيلتكم بإذن الله. نعم شيخ الكريم. رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا من جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا موضع الشاهد، فالحديث أطول من ذلك. ذكرنا في اللقاء السابق أن هناك من طعن في السند، وسنكمل الكلام حول السند قبل أن نتكلم عن المتن، لأننا نسلم الأول صحة الدليل ثم نتكلم عن المستنبط أو نتكلم عن المدلول أو المتن، لكن الأول نشوف الدليل، لأنه لو لم يصح الدليل يبقى لا حاجة لنا أن نتكلم عن متنه ولا أن نرد عما أثير حول متنه. فلابد الأول أن نحرر السند تماما وأن الحديث صحيح، وليس كما يعني ايه قال من قال انه لم يصح. نركز النقد الذي وجه للحديث في ثلاثه امور او ثلاث نقاط. الاول ان البخاري علق الحديث رحمه الله، يبقى الحديث معلق. النقد الثاني ان الحديث فيه اضطراب في سنده في الراوي الاعلى هو الصحابي. النقد الثالث ان الحديث مداره على هشام ابن عمار وهو راو تكلم فيه. يبقى دي الايه ثلاثه امور اهي، النقد اللي ورد في السند حول هذه الامور الثلاثه. بالطبع نحن لا نبسط الكلام كثيرا لضيق الوقت، لكن نحن نضع رؤوس العناوين. ناتي للنقطه النقد الاول الذي وجه، وان الحديث علقه البخاري. ايه الحديث المعلق ده؟ عشان بس الجمهور يعرف، الحديث المعلق فيه انقطاع في سنده من ناحية من أخرج الحديث. يعني لو البخاري أخرج الحديث يبقى في قطع ما بين البخاري وبين من روى عنه الحديث. ولا شك أن الحديث المعلق كحكم عام كده حديث في انقطاع وحديث ضعيف، من أقسام الحديث الضعيف ده على العموم، على العموم في غير لما نتكلم عن البخاري. بحديث المعلق في الذي فيه انقطاع حديث ضعيف، قد يكون انقطاع في راوي واحد من ناحية المخرج للحديث، وقد يكون انقطاع في كل السند. يعني أحيانا البخاري يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل البخاري شاهد رسول الله أو سمع منه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم؟ أي، فهذا اسمه معلق، حذف السند بكامل. وأحيانا يحذف السند حتى الصحابي، يقول عن ابن عباس أو كذا، أو قال ابن عباس أو عن التابعي. فكل دي صور للحديث. الحديث المعلق أصله حديث ضعيف. يبقى الأول من تقد عليه هذا الحديث أنه البخاري علقه، وقالوا طالما علقه، وابن حزم قال أنه علقه، إذن هو لم يصح. وابن حزم قال لم يصح في المعازف حديث واحد، بل قال كل الأحاديث التي وردت في المعازف والموسيقى كلها حديث موضوعة وباطلة. طيب هل نرد على النقطة الأولى دي، ان الحديث
معلق قبل البخاري عليه رحمة الله، لما قال في هذا الحديث قال هشام ابن عمار. هشام ابن عمار ده شيخ البخاري، وأخرج له أحاديثا أخرى في الصحيح، والتقى به وسمع منه. كون البخاري يلتقي بهشام بن عمار ويسمع منه ثم يقول قال هشام بن عمار ويتهم أن هنا أن في الحديث انقطاعا، معنى ذلك أن البخاري من المدلسين بل ومن الكذابين، لأنه إزاي وهذا ليس حاصل، لم يقل ليس أحد من أهل العلم أن البخاري من المدلسين. ده أنا هفترض شيء آخر، هفترض أن البخاري قال عن هشام بن عمار، لم يقل قال، لأن احنا ذكرنا في المرة السابقة أن البخاري في التاريخ الكبير وكتاب البخاري يذكر الأحاديث المتصلة بقال، لا يقول حدثني، كثيرا يقول قال في الأحاديث المتصلة. إذن لذا نجد من العلماء من قال قال هنا كحدثني أو أخبرني أنها يعني إيه ليست كالعنعنة. لا احنا هنفترض أن البخاري عنعنه، اللي هي العنعنة تحتمل السماع وعدم السماع. هنفترض البخاري قال عن هشام بن عمار، تبال حضرتك، طب العنعنة هنا دي يعني تحتمل أنه سمع منه أو سمع أو من غيره أو لم يسمع منه، دي عنعنة هنفترض كده. طيب البخاري، طيب إحنا لو قلنا عن، ننظر هل من عنعن من المدلسين أم من غير المدلسين؟ نرجع إلى كتب طبقات المدلسين في الراوي نفسه، أيوة اللي هو خرج الحديث، خرج الحديث البخاري ده هو قال عن هشام بن عمار. متى نقول ان نرد الحديث ونقول هذا فيه انقطاع؟ لو رجعنا لكتب طبقات المدلسين ومراتب المدلسين ووجدنا في كتب الجرح والتعديل ان البخاري من المدلسين، لم يقل احد من العلماء المشاهير في الجرح والتعديل لم يتهم البخاري بالتدليس ابدا. خدت بال حضرتك؟ يبقى انا هقول مش قال هشام بن عمار، عن هشام بن عمار، وهي اداه تحتمله السماع وعدم السماع. وننظر إلى حال من قال هذا، هل البخاري من المدلسين؟ إذن العنعنة عند البخاري ليست قال، نحن قلنا عليه العنعنة عند البخاري تحمل على اتصال، لأنه ليس من المدلسين، ده باتفاق أهل العلم. ده نتوقف عشان الأستاذ عادل الوقت يعني معنا على اتصال بقاله فترة. السلام عليكم يا أستاذ عادل. السلام عليكم أستاذ أحمد، أنا زعلان من حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا ما أقدرش على زعلك، تفضل. أنا قلت لك السؤال ده أول سؤال لفضيلة الدكتور في العصر وأنت نسيته ما طرحتوش عليه. ألا وهو؟ أيوة عم عادل. السلام عليكم. معايا ولا لأ؟ طيب أرجو إن أنت ما تبقاش زعلان وحاول توصل لينا تاني وتدينا السؤال، حفظك الله وبارك الله فيكم حبيبي الغالي. نعم شيخنا تفضل. نرجع تاني ماشي. يبقى بس انا مش على يعني ما احبش حد من المتصلين يبقى أيوة زعلان. احنا مش طالعين نزعلكم. لا 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 لا، ربنا يحفظكم ويرضى عنا وعنكم. ربنا يبارك فيك. يبقى لو افترضنا ان البخاري لم يقل قال وقال عن، فالبخاري ليس من المدلسين، فتحمل عنعنة البخاري على الاتصال وهو لم يعنعن، بل قال كما نقول قال رسول الله عليه الصلاه والسلام. واحنا قلنا ان قال البخاري في التاريخ الكبير يقول في الروايات المتصله قال. طيب للمعلقات في البخاري، واحنا ذكرنا قبل ذلك ان العلماء، وده مش كلامنا يعني اللي احنا ننقل كلام اهل العلم الكبار المحدثين الكبار، المعلقات في البخاري على قسمين، معلقات جزم البخاري بمن علق عنه زي الروايه اللي معانا دي قال، طب حضرتك، وفي روايات بصيغه التمريض. صيغه التمريض يعني روية او قيل، صيغه التمريض. المعلقات كما قال ابن الصلاح والحافظ ابن حجر وغيرهما من الكبار قالوا معلقات البخاري التي بصيغة الجزم معناها أن الحديث صحيح لمن علق عنه البخاري، وينظر بعد ذلك في السند. لكن طالما البخاري يعني قال علق الحديث، حتى قالت عائشة رضي الله عنها، شوف حذف السند كله، يبقى البخاري يضمن لك أن الحديث طالما جزم أن الحديث صحيح، لو إن هنا لم يسند، لو أسند يحيلك، لكن هو لم يسند، يبقى هو تحمل الحديث تحمل أيوة الحديث صحيح، تبعت أن الحديث نعم صحيح. طب أستاذ عادل رجع لنا تاني. أستاذ عادل السلام عليكم. أيوة أستاذ أحمد تفضل يا فندم. يا أستاذ أحمد أنا ما سألتش عن الصوفية، أنا سألت فضيلتك عن اللهم اشكو لك ضعف قوتك. هو أنا كلمتك في حاجة، أنا بقول لحضرتك زعلان من إيه وبس. ده كان أول سؤال في الحلقة الظهر وحضرتك ما طرحتوش على فضيلتك. يا سيدنا يعني قبل رأسك، هات سؤالك الله يرضى عنك ويحفظك ويبارك في عمرك، احنا مش في خناقه، الله يرضى عنك، اتفضل.
اللهم اشكو اليك ضعف قواتي، ماذا صحة هذا الكلام؟ طيب حاضر، قل من لا يسهو، لعلي نسيت، ده لا يعني انك تزعل مني وان حضرتك تاخذ الامر على اعصابك هكذا يعني. صعوبة يعني بنوصل للكلام صعوبة. جزاك الله خيرا. المكالمات مكالمات بلا سعر، وهذه قناة لا تأخذ شيئا من اتصالاتكم أبدا أبدا، وجزاك الله كل خير، بارك الله فيكم. شيخي الكريم نواصل حديثنا وبارك الله فيك وأسلك الله صدرك أخي عادل. نعم شيخي الكريم. ماشي خير إن شاء الله. فنرجع للمعلقات في البخاري على قسمين، ما جزم البخاري لمن علق عنه فيضمن لك الصحة، مش بس هشام بن عمار شيخه، لا ده لو احنا افترضنا ان هو الحديث علقه البخاري، يبقى دي ناحية التعليق. طيب الحديث المعلق احنا قلنا في غير البخاري ومسلم، الحديث المعلق اصله حديث ضعيف، اصله حديث ضعيف. طب ما العمل مع الحديث المعلق اللي هو حديث ضعيف؟ من هذا نفعل، نحكم عليه بالضعف ام بالصحة؟ لابد ان نجمع كل طرق الحديث وننظر هل جاءت روايات متصلة، تبقى لحضرتك متصلة لهذا الحديث، يبقى خلاص يبقى الحديث صحيح. يعني افترض ان الحديث ان البخاري اخرج الحديث معلقا، طب احنا في غير البخاري، مش البخاري وغيره، بنعمل ايه مع الحديث المعلق؟ ناتي بحديث المعلق ونجمع طرقه، لو ثبت الاتصال خلاص يبقى علميا الحديث متصل. طيب اما يجي الحافظ ابن حجر ويأتي بتسعة طرق على متصلة عن هشام بن عمار، يبقى الحكم ايه؟ هنفترض انه معلق وفي انقطاع كما قال ابن حزم. فهم، يبقى اذا الحديث صحيح متصل، متصل من تسعة طرق وصلها الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، والحديث بقى صحاح. وهنختم بدي وما كملناش كلام على السند برضه، نكون في النقطة الأولانية، هنختم بدي الحديث من صححه، إذا كان من يحتج بأن ابن حزم الذين ذكرنا قبل ذلك أن ابن حزم في الصناعة الحديثية له أوهام كثيرة، وذكرت حضرتك كتاب الصناعة الحديثية هذا تكلمنا فيه في اللقاء الماضي، ابن حزم قال علي رضا أخرج 180 وهما لابن حزم في الصناعة رحمه الله الحديثية. تعالى ده هذا لا يقلل من شأن، أثبت العلم ده جبل ابن حزم، جبل علم، فز جبل علم وفز، لكن مثلا هو بينكر القياس، هل نأخذ بكلامي في إنكار القياس؟ رحمه الله تعالى. نأخذ أستاذ أحمد. أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الصلاة في المسجد لازم أن تكون الصلاة أي وقت مثلا من الأوقات المفروضة لازم أن تكون في القبلة، ولا مثلا إحنا مثلا بيبقى في العصر بيبقى العدد بسيط، مثلا لو إحنا ما صلناش في القبلة اللي هي بتاعت المسجد مثلا؟ أيوة في المحراب يعني. هو انتوا كده كده احنا بنصلي ناحية القبلة، انت تتحدث عن المحراب، المكان الذي يقف فيه الامام في المعتاد يعني. ايوه احنا في الاتجاه، بس احنا مثلا ايه وقفنا في نص المسجد مثلا، ان العدد بسيط مثلا. وضحت الصورة. هل في مشاكل؟ لان في اختلاف مثلا، في بيقول لك لازم ان تصلي العدد بسيط او مش بسيط، ان انت لازم ان تصلي في المحراب بتاع المسجد. حاضر. ماشي يا عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال ثاني استاذ عدنان. طيب نعم شيخنا الحبيب، هل نواصل الحديث عن السند؟ هو الوقت داهمنا بالفعل. متاخرين. نعم جزاك الله خير. اخونا الاستاذ عادل، اسال الله عز وجل ان يحفظك بحفظه وان يرضى عنا وعنك. انا حقيقه السؤال سقط مني سهوا، وليس في الحديث اي شيء يجعلني اتعمد عدم ذكر السؤال، هو كان يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف. اللهم إني أشكو إليك قلة حيلتي وضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظي، ومش عايزه يبقى زعلان مني عم عادل. هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟ هذا الحديث في تنازع بين أهل العلم، حسنه بعض أهل العلم، لكن الراجح أنه ليس بصحيح رغم شهرته. والدعاء في غاية الجمال. أيوة ده الجمال، ما هو ليس معناه أنه في أحاديث كتير مكذوبة مش ضعيفة وفي غاية الجمال. يعني ما لا يعني في قمة كده الاستسلام والضعف. أيوة نعم. والعبودية والتوجه. الراجح أنه لم يصح، لم يصح، حسنه بعضهم. لكن إذا وقع أحدنا، نسأل الله العفو والعافية، في شيء وأراد أن يتوجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء، هل يجوز وهو يعلم أنه حديث ضعيف أن يدعو به أم لا؟ من جوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فلو اعتبرنا أن الدعاء من فضائل الأعمال، ما أن الدعاء هو العبادة،
نعم كما في الحديث. لو اعتبرناه من فضائل الأعمال بقى يجوز، لكن لا، وإن ذكره مثلا في مناسبة لابد أن يذكر أن الحديث لم يصح، وهذا العلماء بيضربوا بمثل للحديث الشهير غير الصحيح. والله. أستاذ محمد جزاك الله خير يا دكتور. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. الشيخ أحمد معي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، ما هي عوامل تطهير القلب من فتن الشهوات والشبهات والضلالات والوساوس وغيرها، وكيف يجعل هذا القلب نقيا خالصا منيبا لله عز وجل خاشعا إليه؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو معنى الحب في الله؟ يعني مختصر معناه يعني بالأكملية كده نعرف المعنى. طيب حاضر، ربنا يرزقنا وإياكم، امين يا رب العالمين، جزيت الجنه حبيب الغالي. نعم شيخنا وحبيبنا الاستاذ احمد يسال، لو العدد قليل في المسجد هل لابد ان نصلي في المحراب، او لو تاخرنا صفا او صفين، او صلينا في منتصف المسجد وجعلنا المحراب في يعني هكذا، ما حكم هذه الصلاه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اولا اتخاذ المحاريب يعني ايه، قال كثير من اهل العلم انه بدعه، اللي هو المحراب اللي هو اللي هو الداخل اللي جوه ده، يعني ايه بدعوا الكثير من اهل العلم، لكن نحن ننظر هو صار مستقرا الان في مساجد المسلمين يعني حتى لا نحدث فتنه، لكن نقول صار من عموم البلوى وهكذا مستقر. أيوة. ما حدش يقول احنا هنهد الجامع عشان نشيل القبله. يعني بنتكلم عن ايه، ان اصل المساله انه ان المحراب كده. طب هو الصلاه السنه ان يصلي الى ستره، سواء صلى في مقدمه المسجد او في منتصف المسجد، لكن إذا صلى في منتصف المسجد ويضمن أن الصف الأول يكون كبيرا ولا يقطع الصف الأول الأعمدة فذلك أولى، لكن يتخذ سترة على مسافة 3 أذرع منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتخاذ السترة، وكان يصلي دائما إلى سترة عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى في منتصف المسجد للمصلحة أن الصف أطول يضع سترة يعني مثل مؤخرة الرحل حوالي ثلثي ذراع، حوالي 30 سنتي 35 سنتي في الارتفاع، يضع شيئا أمامه على مسافة 3 أذرع ويصلي كيفما شاء من المسجد. صلى الله القبول. أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. ربنا يبارك فيكم في البرنامج بتاعكم. وفيك بارك الله يا أختنا، تفضلي. ربنا يخليك أستاذ أحمد. لو سمحت أنا ابني كان واخد شقة بس كان واخدها يتجوز فيها، وبعدين فضلت مركونة وكان قاعد في مكان عندي كده في غرفة يعني عندي، فهي واخدها ليه كام سنة. فالمهم جه بقى وقال أنا أخد بفلوسها أعمل بأي مشروع، فهي عليها ذكرى كده ولا ما عليهاش؟ حاضر. وعندي سؤال تاني بعد إذنك، أنا كان ليا ورث في بيت والدي، كان ليا شقة، والدي سيب بيت، احنا 4 5 ستات ورجلين. فالمهم كان ليا شقه فحبيت ابيعها، قلت عرضت عليهم كلهم حد يشتريها، ما حدش رضي يشتريها. جيت بحتها لواحد من بره خدوها منه بالغصب، فضلوا يحاربوا فيه وخدوها منه بالغصب وزودوا له فلوس يعني شويه وخدوها منه، بس كلهم مقاطعين وعاملين معايا مشاكل ومتاهات ومش ما فيش اي حل معاهم نهائي، مع انهم خدوها برضه من الراجل بالعافيه، بس عاملين معانا قطيعه ومشاكل وزعلانين مني. فحكم الشرع ذلك ايه؟ وشكرا لك يا سيدي. على انهم اخذوا الشقه من الرجل ولا على انهم مقاطعينك عشان بعت الشقه لواحد غريب؟ نزلوا السعر شويه وهم قالوا احنا مش هنشتري، لا هنشتري ولا هنبيع، ولما بعت زعلوا وخدوها منه برضه بالعافيه وما رضوش يسيبوها له. طيب حاضر يا ام احمد، فامان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي وحبيبي فضيله الدكتور متولي البراجيلي، متعكم الله بالصحه والعافيه. الاخ محمد، مساله القلوب، اسال الله ان يطهر قلوبنا. كيف نطهر قلوبنا شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلوب ياتي عليها الشبهات وياتي عليها الشهوات. الشبهات هذه ترد عن طريق العلم، لان الشبهات لا تاتي الا لمن يعلم فقه المساله. يعني قد انت لا تعلم فقه الصلاه، لا تعلم فقه الوضوء، لا تعلم مع يعني سائر المسائل القصة على هذا. فكونك لا تعلم فتاتيك الشبهات.
بين حضرتك من جهل يعني من جهل، واحنا اللي بنسمعه الان عن بعض الشباب الذين يلحدون اوتوا من جهله، لانه هو لو انه تعلم يعني الحد الادنى من العلم، الحد الادنى من العلم. انا امس قرات على الفيس واحد كاتب كلام فيما معناه ان هو يقول كلاما يشبه القران يعني على نسق القران، فيقول لك انا كتبت كده فالناس كفرتني. طبعا لا نكفر احدا. نعم. وام مستشهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا على رسول الرسول صلى الله عليه وسلم على نسق ايه. طب ما هو الرسول عمل كده وما حدش كفره يعني. نعم. كفرتهوش ليه يعني؟ فقاس نفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكما فعل النبي فانا كمان افعل. ففي ناس مش جهل بس، ده في جهل مركب الا من رحم ربنا. الجهل مركب بقى يعني ايه، كما قال يعني حمار الحكيم توما يعني لو انصف الظهر لكنت اركب، فجهلي بسيط وجهل صاحبي مركب. جهل مركب اللي هو بيبقى يعرف عكس المساله، انما الجهل البسيط اللي هو لا يعرف شيئا عن المساله. فالجهل المركب ده صعب جدا، واكثر هؤلاء عنده جهل مركب مش جهل بسيط، يعني بيعرف عكس المساله، فانت محتاج الاول ترد له عكس المساله وبعدين تعلمه. لكن الجهل البسيط مش عارف اصلا الموضوع، مش عارف وما عندوش مش عارف الموضوع، عندوش معلومه. الجهل المركب ده صعب. ناخد استاذ عبد الحميد ونواصل كيف نطهر قلوبنا من الشهوات والشبهات. نعم استاذ عبد الحميد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام استاذ احمد، نحبك الله. احبك الله، دي احببتنا فيه، جزاك الله خيرا. اتفضل. عندي سؤال بعد اذنك لو سمحت. هات الله يرضى عنك. في شخص حلف عدة حلفان يعني قسم بالله العلي العظيم، ما انا رايح المكان ده ويك في مرة واحدة على شيء واحد؟ لا مش مرة واحدة، ده حلفهم على كذا ما على كذا يوم، وحلفنات كثيرة وكلها قسم بالله. لكن المقسم عليه واحد مش كده؟ الحاجة اللي بيحلف عليها واحدة يعني. مش هروح المكان ده وفلان فيه، وقسم بالله مش هروح وفلان فيه، فلان قاعد فيه، ده وقت مضطر يمشي له المكان ده، يعمل ايه؟ طيب. كيف يكفر؟ حاضر يا عم عبد الحميد، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، نعود إلى طهارة القلب وسؤال الأستاذ محمد. نعم. أما الشبهات فتكون عن طريق العلم، أن يتلقى العلم فهذه ترد الشبهات، وأما الشهوات فهو أيضا عن طريق العلم، عن طريق العلم. بس هو الإنسان يتقي الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، وأن يصاحب من كان على الطاعة، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وأن لا ينفرد بمفرده. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئات الحسنة تمحوها خالق الناس بخلق حسن. الموضوع طهارة القلب من الشبهات والشهوات ده خطب، نحتاج إلى خطب يعني، أنا محتاج حياة كاملة. أيوة أنا صلى أن يطهر قلوبنا. أمين يا رب العالمين. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا. هات السؤال، الله يرضى عنك. شيخنا والله جدتي، وطي التلفزيون يا عم احمد، الله يرضى عنك. جدتي لابي كان عندها منزل. نعم. كان عندها منزل، والمنزل دوت جالوا من الحي يعني ان هو يهدم، فابدلوهم من المحافظه بشقق. فكان لابي ولاخته، والاخت ثانيه متوفيه عندها بنتين. فالشقة المفروض كان أبي ياخدها، يعني طبعا هي الجد اسم جدتي. عمتي بقى قعدت في الشقة ديت، وكانت جدتي عندنا في المنزل. فوالدي قال لجدتي يعني ان الشقة دي انت كنت قايلة ان هي هتبقى باسمي، فانا كنت اتمنى ان هي تبقى لابني، يعني ان هو ايه يتزوج فيها ليا. فجدتي عملت لي عقد مبايعة للشقة، ولكن عمتي حتى الان قاعده في الشقه منذ سنوات. فلما جيت اطالبها يعني ان الشقه معمول لها عقد وانا كنت عايزها، فقالت لي بقى يعني جدتي توفاها الله، قالت لي لا ده انا عايزه الشقه، لان الشقه دي تعتبر تركه وما يصلحش العقد اللي اتعمل لك من جدتك دوت، مع انه عقد بيع وشراء، لكن هي عماله تقول لي دي تركه وتوزع علينا وتقسم وكده، ما ينفعش ان انت، مع ان هي عندها الشقه بتاعتها اللي استلمتها من المحافظه. فانا دلوقتي يعني الشقه دي حكمها ايه؟ طيب هي فعلا ميراث
ولا ان شاء الله يعني اتصرف فيها بقى و حاضر فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ أحمد. ما معنى الحب في الله شيخي الكريم وأنا أحبك في الله؟ أحبك في الله يعني أحبك على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. ما هو أنت تحبني في الله وأنا أحبك في الله، طالما أنت على طاعة الله فأنا أحبك في الله سبحانه وتعالى، لكن إن كنت على غير طاعة الله فأنا لا أحبك في الله سبحانه وتعالى. فأصل المحبة في الله الطاعة. في الحديث يعني رجلان افترقا، اجتمع على طاعة الله وافترق على طاعته، أو كما قال النبي من السبع الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظل عرشه سبحانه وتعالى. قلت عرشه علشان إيه؟ في رواية كده علشان إيه ما يعني لا يأتي ظله، بعضهم يقول كيف، ربما يأتي توهم يعني لمسألة الظل ويشبهها تشبيها خاطئا. ففي رواية فيها ظل عرشه. نعم. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. فالمحبة هي الطاعة، يعني محبة في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا في طاعة. أيوة نعم. ما يكونوش اتنين قاعدين كده والعياذ بالله في معصية والتاني يقول للتاني أنا تصدق أنا بحبك في الله. لا، الله سبحانه وتعالى يعني إيه، كيف تقول لمن يعصي الله أنا أحبك في الله؟ كيف تحبه؟ أحبك في الله أي أحبك لأنك طائع لله سبحانه وتعالى. نعم. أحب فيك خلقك، أحب فيك أيوة. التزامك، أحب ما أمر فيك به المشارع. السنة، أحب فيك أيوة. التأدب. نعم. والتشبه من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يعني. نعم. وزيت الجنة شيخ كريم. أم أحمد ابني أخذ شقة للزواج وركنها مدة عشان يتزوج فيها وقعد عندها بسبحها، وبعد كده قال هعمل مشروع، هل هذه الشقة كان عليها زكاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كانت الشقة ليتزوج فيها وليست للتجارة فليس فيها زكاة. إن غير نيته وغير بالفعل هو بح في من وقت تغيير النية يبقى يكون فيها الزكاة، إنه هيبيعها من وقت تغيير النية. طب هو لم يغير نيته وباعها فجأة كده لحاجته ليس فيها زكاة، لكن أراد أن يخرج عنها زكاة السنة يكون يعني خير يعني إن شاء الله. نعم شيخنا الكريم. هم خمس بنات ورجلان، وكان لها ورث في بيت والدها الله يرحمه ويحسن اليه، وبعد كده في قطيعه لانها باعت الشقه لحد من خارج العائله بعد ما عرضت الشقه على اخواتها وقالوا احنا لا هنبيع ولا هنشتري، ثم بدات القطيعه واخذوا الشقه من الرجل، الله اعلم كيف اخذوها، لكن هم قطعوها لهذا السبب، فما حكم هذه القطيعه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. حق الشفعه هو أن تبيع لمن يشترك معك في العقار أو في الأرض، فالمشرع أعطى هذا الأولوية في أن يشتري ويسمى هذا بحق الشفعة. فهي عرضت على الشركاء معها في البيت أن يشتروا لهم أولى فأبوا ذلك، فلا شيء عليها من الناحية الشرعية أن تبيع لمن شاءت، هم بقى اشتروا ورفعوا ليس لها دخل في ذلك، والمقاطعة لهم مقاطعة خاطئة وهم آسمون في ذلك على سماعنا منها. نحن نسمع الطرف الآخر، إن كانت عرضت هم لهم حق الشفعة هم أولى، إن كانت عرضت وأبوا فلا الحق أن تبيع وليس عليها شيء. والقطيعة وزرها على من؟ على إن كان على ما سمعنا عليهم هم، والعهدة عليها. أيوة نعم. هي حكت وحضرتك تجيب على ما عما سمعت. أيوة على ما سمعت. نعم. سلام. وهي تحاول أن تصلهم خير يعني ليس الواصل بالمكافئ ولكن واصل من قطعت رحمه رحمه فاصله. يا أسأل الله أن يصلح ما بينكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم سجى أهلا ومرحبا. أهلا بيك. تفضل. معلش أنا عندي سؤال كده عايز أسأله الشيخ. تفضل يا فندم. في إحساس جوايا كده يعني في محبة الله وخوف من الله عز وجل، أنا بحبه قوي قوي، بس حتة الخوف ديت مش حساها يعني لما في كلمة مثلا أقولها أو حاجة أو أتجنبها عشان خاطر أرض الله، بس مش حاسة حتة الخوف، إنما بحبه قوي قوي بعمل كل حاجة عشان برضيه، وحتى لما بتيجي آية عليا في القرآن عذاب الله وكده مش 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 بحس بالخوف، انما لما بتيجي ايه عن محبته وجزائه وجنته قلبي كده بحس ان هو بيشعر وببقى فرحانه ومبسوطه. فدوت الاحساس دوت يعني عايزه افهم هو ايه غلط صح ان انا مفيش خوف او كده مش عارفه. حاضر ماشي.
رزقنا الله وإياك الجنة، آمين يا رب العالمين. فأمان الله. شكرا. وعليك السلام، مع السلامة. نعم شيخنا الحبيب الأستاذ عبد الحميد يسأل عن رجل أقسم بالله أكثر من مرة على فترات متباعدة أن لا يمكث في مكان، والآن هو لابد أن ينصرف عنه، فهل يكفر مرة أم على حسب ما أقسم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعدد القسم على شيء واحد والمقسوم عليه واحد. طالما هو لم يقع في الحنس يعني، فالراجح والله أعلم أن يكفر كفارة واحدة، مع أن هناك من أهل العلم من قال يكفر عن كل يمين كفار، لكن نحن نرجح والله أعلم أنه يكفر كفارة واحدة. يصوم يطعم 10 مساكين. يطعم 10 مساكين نعم، أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. الأخ أحمد، جدتي لأبي كان عندها منزل، تمام، المنزل هدم عن طريق الحي، كل واحد من أعمامه وعمته خدوا شقة، عمته قعدت في الشقة بتاعت جدته، جدته قعدت معاهم هم، وقال لها يا جدتي أنا أريد الشقة، كتبتها له بيع وشراء. الآن بعد وفاة جدته رحمة الله على عمته تقول هذه ميراث وتركة وتوزع، وأنا أحتاج هذه الشقة ولن أتركها. هل يبيع الشقة وعمته موجودة فيها أم ماذا يفعل شيخي الكريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الهبة لها شروط حتى تصح، هذه هبة من جدته له. من شروط صحة الهبة القبض، أن يقبضها وتكون في يده. وشوف أبو بكر، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما وهب لأمنا عائشة رضي الله عنها 20 وسقا من تمر، يعني أهبه، فسألها عند وفاته يعني أجززت التمر، جمعته يعني، قالت لها قال إيه، لو كنت جززتيه لصار لك، أما الآن فهو مال وارث. يبقى من شروط صحة الهبة قبض الموهوب، حيازة الموهوب. فهو الأخ السائل لم يقبض الموهوب، والعقد شيء صوري، لم يقبضه ولم يحوزه، وإنما هو صار يعني تحت تصرف العامة، فأرى أن هذه تركة وأنها تقسم. نعم. لو معنا الصلاة يا أستاذ عدنان، أم سجى تشعر بمحبة الله عز وجل وتطير فرحا وتسعد بآية الرحمة وآية الجنة، أما شعورها بالخوف منه سبحانه وتعالى يعني لا تشعر بهذا الخوف، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد، أهلا ومرحبا، تفضلي. أهلا بك، لو سمحت والله. تفضلي يا فندم. عندي سؤالين. نعم. الو. ايوه انا اسمعك، تفضلي. انا من حوالي يمكن 20 سنة او 25 سنة اتعبت روحي من غير امر الدكتور ولا حاجة. الو. ايوه نعم سامعك، ربنا يعافينا وياك. الله يخليك. فسمعت الشيخ في قناة الرحمة بيقول ان في دية كانت تقريبا الحمل بتاع 2 أو 2.5 شهر. أو ما كملش 3 يعني. فسمعت الشيخ بيقول إن في دية. طيب أنا دلوقتي ما أقدرش أدفع مبلغ الدية اللي عليها، والدكتور قال لي ده توأم. ما أعرفش يعني كلامه كان صح ولا لا. وهو كان صغير، حمله صغير. فقال لي، فسمعت الشيخ بيقول دية، أنا ما أقدرش أدفع الدية، وما أقدرش أصوم 2 شهر لأن أنا الدكتور مانعني من الصيام. فيعني أعمل إيه؟ حاضر. السؤال الثاني لو سمحت. تفضل. المرأة لها قيام يعني اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، هي يعني تعمل إقامة في البيت للصلاة؟ هل تقيم المرأة الصلاة إن أرادت الصلاة؟ إقامة يعني. هاي. حاضر. طيب. الإقامة في حق المرأة. يا أم محمد عفى الله عنا وعنك، شيخنا سيجيبك، أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، فأمان الله يا أمي. نعم فضيلة الدكتور متولي. سؤال أم سجة، وهل عدم الشعور بالخوف من الله عز وجل فيه شيء قلبي يعني؟ نعم شيخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن نسير في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى بجناحي الخوف والرجاء، فهي تحب الله سبحانه وتعالى، وكلنا نحب الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن نخشى الله سبحانه وتعالى. لما مدح آل زكريا وهم أنبياء
ماذا قال عنهم؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي محبة وخوفا. فنحن نسير إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الجناحين، الخوف والرجاء. فمسألة أن أعبد الله بالمحبة فقط هذا ليس بصواب وليس منهج أهل السنة، وما نسب إلى رابعة الأدوية هي تفعله دون قصد. أيوة، ما نسب أنك تحب الله سبحانه وتعالى وأنه من عبد الله بالخوف فقط فهذه عبادة العبيد، وبالخوف ورجاء مش عارف عبادة إيه، وبالحب فقط هي العبادة المرجوة. هذا الكلام غير صحيح، وإنما إحنا ذكرنا الآية في مدح الله سبحانه وتعالى آية زكريا، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أتقاكم لله وأخشاكم له. هل من الصحابة إذا ما سمع آية فيها عذاب وعيد كان يسرع؟ كان يسرع، ده عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر. فإذا نقر في الناقور فمرض فيها وعاده الناس. لكن مسألة بقى أخلف أغلب الخوف أو الرجاء، فالإنسان يكون مفتيا لنفسه. إذا رأى أن الحال يغلب الخوف يغلب الخوف، رأى أن يغلب الرجاء يغلب الرجاء، لكن الإنسان يفتي نفسه في ذلك. لكن طب هي لو في كل الأحوال تنصرف عن المعصية وتقبل على الطاعة، فهل في هذا خوف عليها؟ تقبل على الطاعة ما خير، ما الكل يقبل على الطاعة، لكن هي مسألة أنا أقبل على الطاعة لأنه أحب الله ولا أخشى، تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالخوف منه كما تعبدنا بمحبته. يبقى هي أخذت جزءا من ما تعبدنا الله به وطرخت مما ما تعبدنا الله به، لأن الله سبحانه وتعالى تحبب إلى عبادي وخوف عبادي، مش كده؟ وبعدين لنا في رسولنا أسوة حسنة، مش ألا إني أتقاكم له وأخشاكم له سبحانه وتعالى. فبين الخوف والرجاء يسير الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى. نعم، اللهم ارزقنا الجنة. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يرفع الصوت يا رجل، تفضل يا أستاذنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل. معلش كنت عايز اسال، اخويا بيشتغل في فراشه احيانا افرح واحيانا مياسر، فكنت عايز اسال حكم المال بتاعها. حاضر. ومعلش في طلب ثاني، في كنت عايز رقم الدكتور احمد فوزي صبره. الدكتور احمد فوزي مش عارف الرقم مع الشباب في الكنترول ولا لا. الله المستعان، هو مسافر ومش موجود في مصر، ربنا يحفظك ويحفظه. فأمان الله. نعم شيخ الحبيب، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ومنكم صالح العمل. وقت يداهمنا، أم محمد طبعا حزينة على ما حدث منها منذ ربع قرن، أجهضت نفسها دون الرجوع للطبيب، وقيل لها وهي سمعت من أحد مشايخنا أن هم عليها الدية، والطبيب قال لها أنهم توأم وهي مش متأكدة، والحمل كان في 3 أشهر أو أقل شيئا ما. فهل فعلا يلزمها الدية شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من قال إذا تخلق فيه خلق إنسان قبل نفخ الروح وأسقطته عمدا ففيه الدية، ومنهم من قال إذا نفخت فيه الروح أي بعد 4 أشهر ففيه الدية. أختار أنه هو إذا نفخت فيه الروح، فهي إذا كان يعني لم تنفخ فيه الروح فأختار أنه لا دية، ودون الـ3 أشهر لم ينفخ فيه الروح. فأختار أنه مع إثبات الخلاف، لكن أختار أنه طالما لم تنفخ فيه الروح فليس فيه الدية. والله هل يلزمه التوبة للاستغفار؟ تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يحرم اللي هو كون أن احنا قلنا ما فيش دية، يعني هل قلنا بالجواز؟ هذا حرام من أول ما تكون الجنين، هذا حرام أن تلقيه أو تسقطه إلا في ضرورات يعني أهل العلم ضبطوها فقسموها لقبل 40 يوم وبين 40 و80 ومن 80 و120 وبعد نفخ الروح. يبقى كلما زادت المدة كلما يعني إيه الأمر صار من الصعوبة بمكان. بعد نفخ الروح لا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا شهد علماء ثقات أن بقاء الحمل سيؤدي لوفاة الأم يقينا بعد نفخ الروح. لكن بعد التخلق اللي هو من قبل 120 يوم اذا كان تبين فيه خلق الانسان من 80 كده، فمن 40 ل80، فايضا اذا كان الغالب الاطباء قالوا الغالب انه سيؤدي ذلك الى ضرر يقع على الام، مش يقين بعد 120، الغالب انه سيقع ضرر على الام، فقالوا انه في الحاله دي تسقطه. والله اعلم.
أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، اتفضلي. أهلا وسهلا، سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال. هو الإنسان لما بيشوف الكعبة بيبقى ليه دعوة مستجابة؟ الإنسان إذا إيه؟ عند رؤية الكعبة؟ بيبقى ليه دعوة مستجابة؟ رؤية الكعبة في العيان في المشاهدة يعني، ولا حتى لو عبر القنوات الفضائية؟ لا، لو أنت في السعودية وبتشوف الكعبة ليك دعوة مستجابة؟ طيب، دعوة مستجابة، حاضر. سؤال ثاني لو سمحت يا فضيلة الشيخ. اتفضلي. لو سمحت، أنا مثلا حماتي وابنها متوفي، وهي عملت عمرة ليه أول ما راحت السعودية، وعملت عمرة لنفسها بعد كده، هل يجوز إن هي تعمل عمرتين؟ حاضر، فأمان الله، الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة. نعم فضيلة الشيخ، هل للمرأة إذا أرادت الصلاة في بيتها يلزمها الإقامة، إقامة الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يلزمها، أصل يلزمها يعني يجب عليها، لا يجب عليها، لكن يستحب لها أن تقيم الصلاة، وكانت أم المؤمنين عائشة يعني تقيم الصلاة وتصلي، فيستحب أن تقيم الصلاة إذا سمعت الأذان في الخارج، فيستحب لها أن تقيم الصلاة. نعم شيخي. الأخ عبد الله، أخوه يعمل في الفراشة، فراشة سرادقات، وأحيانا تكون أفراحا، وأحيانا في يعني في السرادقات في الموتى وكده، فما حكم أمواله التي يأخذها من وراء هذا العمل؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كان في معاصي الله سبحانه وتعالى فيكون المال المترتب عليه محرما، وما كان في غير ذلك طاعة أو في الإباحة فيكون ماله حلال، فهذا ماله مختلط والله أعلم. يعني اللي هو رايح ياكل عنده ياكل ويشرب عادي، ما طالما فيه ماله مختلط يجوز، لكن لا في جزء وجزء يعني. نعم. ام احمد، هل للانسان عند رؤيه الكعبه المشرفه زادها الله تشريفا وتعظيما ورزقنا الله واياكم حج بيت الله الحرام، امين يا رب العالمين، له دعوه مستجابه عند رؤيتها شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. لا اعلم حديثا مرفوعا فيما اعلم عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك، لكن أعلم من قول عمر رضي الله عنه أنه كان لما رأى الكعبة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. قاس بعض أهل العلم على قول عمر أنه قل هذا، أو أخذوه أنه من الممكن أن تدعو، لكن أنت في مكان عند بيت الله سبحانه وتعالى وشرف المكان، ولا شك أن الدعاء مستجاب. لكن بقى عند النظرة الأولى، هذه لا أعرف فيها نصا، إلا أن عمر رضي الله عنه كان عندما يرى الكعبة لأول وهلة يقول هذا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. الله أعلم. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أم أحمد، انتهينا من سؤالها الأول، تقول حماتي عملت عمرة لابنها الله يرحمه ويحسن إليه له بداية، ثم بعد ذلك عملت لنفسها، فهل للمعتمر أن يعتمر مرتين في السفرة الواحدة شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي شرط لعمل العمرة لابنها أن تكون اعتمرت قبل ذلك. الحديث طبعا شبرمة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: سمع صحابين قل لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: قارب لي أو أخ لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالشرط أن يحج تعتمر عن نفسها، أو إذا أرادت الحج عن آخرين تحج عن نفسها لنفسها أولا. فإن كانت اعتمرت لنفسها وجعلت عمرتها عند السفر لابنها المتوفى فذلك جائز، لكن بعد هذا هل يجوز لها أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة أخرى؟ بعض أهل العلم جوز ذلك، والمسألة فيها سعة والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتقبل منها، أمين يا رب العالمين. كان جالي سؤال امبارح عن الغش في الامتحانات، وأنا حتى دعبت صاحب السؤال وقلت له يعني إيه رأيك في الغش يعني أو ما شابه ذلك، فما حكم الغش في الامتحانات شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بضحك ليه؟ لأنه بعضهم قال يجوز الغش في الإنجليزي. قال لك الإنجليزي والكيمياء والمواد الشرعية لا. لا، إحنا عندنا أصل غش غش يعني. من غشنا فليس منا. أنت تغش يبقى أنت بتسرق مجهود الآخرين وتدلس، فكل هذا حرام، والغش كبيرة من الكبائر، سواء بقى انجليزي، سواء مواد شرعية، سواء فرنساوي، الغش لا يجوز وهو حرام. الغش لا يجوز هو حرام وهو حرام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. اللهم امين يا رب العالمين. وهل معنا اتصالات يا استاذ عدنان؟ السلام عليكم. طيب،
الله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم دكتور متولي البراجيلي. ربنا يبارك. أحبك في الله. أحبك الله تاني. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بك. اللهم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع. اللهم والإخلاص في القول وفي العمل. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما فاسألوا